مرحبا، نرجع للارتفيشال انتليجنس. بدي احكي اليوم كيف فينا ننتج صور من نص، من هين من تنفيذ لمقالة انعمل من شي شهرين. مش انا التنفيذ رح اعمله، حياتي رح استفيد من حدا عامله. الشركة اللي عملته اسمها هاجينج فيس، هي امريكان كومباني. هون آخرة الفيديو بركي بوجه النداء أو لمين أنا متوجه فيه فعليا. حاليا أنا عم بتوجه للشخص اللي بده بس يستخدم هاي الخدمة. هي خدمة مهمة حياتها، مهمة للأشخاص اللي بدهم يعملوا مثلا رسمات كاريكاتورية. أنا هيك حسيتها، بس حدا بده يعمل مثل القصص المصورة اللي كانوا يبيعوها من زمان. القصص المصورة بتكون مثلا كذا، بتكون مثلا صورة هون صورة هون صورة هون، قصة حياتها. فهيدي حياتها الخدمة حلوة شوي، ممكن شوي تساعد، ما عم اقول انه هي ممتازة جدا، ولكن حياتها فيها روح. بكل الأحوال ممكن واحد يقول لي طيب انت لشو بدك هيك، لشو بدك هالخدمة هاي، ما انت عندك جوجل مثلا. مزبوط. بس مثلا انا بروح بقول لجوجل كات playing with a dog وبقول له بدي images مثلا، بحط لي صور عن كات playing with a dog. هي بس حقيقة بهذه الخدمة ممكن هو حتى ينتج اشياء. بعتقد بينتج اشياء من عقله هو، يعني بطريقة شوي إنسانية إلى حد ما. فهيدي هي الميزة. فقلت ده حلو للناس اللي يعملوا قصص مصورة، حلو للناس. بوجه دعوة لأصدقائي وللخبراء بالارتفيشال انتليجنس ما يعتمدوا بس على هاي الشركة هاجين فيس، هن حقيقة يعملوا بري تريند موديل، وهالموديل في يحطوه اونلاين لكل العالم او هن لهم على القليل. هذه الدعوة اللي بدي أوجهها لألون. طيب هات نشوف كيف فينا نستفيد من هاي. حقيقة هيدا لازم نعرف كيف نستخدم الكولاب، يعني ما بيعرف كيف يستخدم الكولاب بده يفوت هون على خدمات جوجل مثلا. وينه جوجل؟ هذا جوجل هون. فبيقدر الواحد هون بخدمات جوجل أو بأحلام هاي، بركي هون في كولاب. عايزة حاطينها هون كولكشنز هانج اوت. حدا يعرف يستخدم خدمة الكولاب؟ هي اكيد رح تكون يمكن موجودة بالدرايف، بركي اذا واحد فات على الدرايف بيقدر يعمل كولاب. او في يفوت حياتا هون. هيدا هو، هي موجود هون النص، اللينك تحت اللي مهتم فيه نقله. collab.research.google.com/github/hugginface. دا 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 دا. اوكي بينقله، وبس ينقله في يعمل له سيف، فوت فايت سيف. وهذا في يعمل له سيف على الدرايف تاعه. انت طبعا بيكون مشترك بجوجل، انت عندك شو اسمه، عندك اكونت بجوجل. فأنا شوي عم وجه كلامي هون للناس اللي حابين يستخدموا هاي الخدمة هاي، عم وجه كلامي للناس اللي بدهم يعملوا رسومات مصورة وهيك يعملوا قصة حلوة فيها. فبس يصير عندك هيك، بتروح لهون تعمل أول شي، يمكن هون الران تايم تضطر إنك تزبطه، بتفوت على change run time type، بتخليه بتتأكد إنه كان عندك هون جي بي يو، ما تخلي شي تاني. خلص بعتقد هو اصلا حيكون جي بي يو، ما تعمل شيء. اذا سألك انه شو عم تساوي كذا هيك، قل له اوكي او قل له نيكست او شيء هيك. شو بتعمل؟ تكبس شيفت او تكبس على هاي، تكبس على هاي. انا عندي بالكيبورد بعرف شو هي، شو لازم اكبس، بس تكبس هي مثلا. اذا قالك هيك خلص قل له ما بيأثر، قل له يلا اوكي. ترجع بتروح على هاي، بتكبسها هاي مجددا، ترجع بتروح على هاي، بتقرب على هاي، بتكبس هاي، بترجع بتكبس هاي، بترجع بتكبس هاي، بترجع بتكبس هاي، بترجع هون هون هون. شغلك انت
هون انت بتحط النص اللي انت بدك اياه. مثلا انا رح فتش هون على واحد اسمه يوسف ديراني، حقيقة ما بعرف مين هو هذا الشخص اللي هو عم بيحطه. وهون بيتعمد انه ما يحط الاشخاص بعيونهم وبهيدا، هذا شيء تابع لهم هن. حتى النصوص لهيدا انا يمكن عاملينه بطريقه ما بعرف، يمكن بيتعمدوا انه ما لا الوجه يبين مزبوط ولا هيدا، كرمال ما يفوتوا بمشاكل قانونيه يمكن. ف مثلا يوسف ديراني سمايلينج، اذا بنقول له هيك، فهون البرومت انت شغلك بس بالبرومت، ما تغير اي شيء تاني، ما تغير اي شيء تاني. وبست تكبس على، خلينا نشوف هون في مشكله فوق. ما تنسى بدك تفوت على، هن مش عاملينها ببلاش، بدك تفوت على هاجينج فيس، بدك تعمل اكونت جوا عندهم، بعدين بتفوت على البروفايل هون، تكبس على هاي، بتفوت على سيتنجز، بعدين بعد السيتنجز بتروح على اكسس توكنز، بتروح هون على الكوبي. انا كبست شيء ما كان لازم اكبسه، بركي بعمل هيك، لا خلينا هيك. فبتفوت على بعدين اكسس توكنز، بعدين بتعمل لك كوبي، تكبس على هاي كوبي توكن. هذا التوكن هو اثبات انه انت عن جد عم تستخدم خدمتهم لهون. بتفوت على هيدي هون، هو طالب مني بس انا عملت ران لهاي لحاله، عمل لي هيدا التوكن، بعمل هيك وبعمل هون بيست وبقول له لوجن، مش حاله، بروح على اللي بعده بقلعها، برجع بروح على اللي بعدها بقلعها، برجع بروح على اللي بعدها بقلع. نحن شغلنا بهاي، بدنا نشوف يوسف ديراني سمايلينج، هو بده يخلي يحط لنا يوسف ديراني عم يبتسم هون قدامه. فهيدي حلوة لا بعدها، هي التقنية يعني مش كتير يتكل عليها، بس انه حقيقة بتستاهل واحد يقعد يجرب فيها، ممتعة يعني. بآخر عم تشوف الارتفيشال انتليجنس شو كيف هيك بيدبر راسه يعني. فناطرين شوي، بيقول لي هون شو بدنا فيها هون، ما بعرف شو عم بيحطون. عم يشتغل ما بيطول كتير هو، هي عم يعمل داونلودينج. في عندنا وحدة احلى، هي ممتعة اكتر. هون انت بتحط صورة وترجع بتفوت نص، وهذا النص هو بيعدلك على الصورة. فمثلا انت الصورة اللي فوتها هي هاي، النص اللي هون عم بيقولوا له A fantasy landscape trending in art station. فهيدي هي image to image، هيدي صورة لصورة، بينما هاي هي نص لصورة، text to image. لما جبت هاي الايمج، مش كمان من الهاجينج فيس بعتقد. فبس بدك تعرف انجليزي منيح يعني، انت بدك تعبر بالانجليزيتك مزبوط حتى تفوت له البرامت اللي بدك اياه، الامر اللي انت بدك اياه، شو الطلب مثلا. كان هو نفس الحكايه هون، بدك نفس الحكايه، بتفوت بتقلع هاي بتقلع هاي بتقلع هاي، بتتاكد محل من المحلات انه فوت التوكن، لازم يكون في توكن يمكن، وبتستفيد منها لانه هي كمان بتستخدم نفس الشركة اللي هي من هاجينج فيس، هي هاجينج فيس هاب، اكيد بدك التوكن تستعمله. ف بتكون انت بتفوت له صورة، لانه هي صورة انت من عندك يعني، هذا يو ار ال انت من عندك، بركي بعملها شي فيديو لحال بعدين ورا هيدا ان شاء الله مهضومة. وتفوت انت النص هون، ساعتها فيك انت تعدل شوي. مثلا هون بركي نفس الشخص، هون انت مثلا فيك تقول له ارفع ايدك، رجع جلس ايدك، رجع هيدا، ساعتها بتزبط معنا قصة هيدا. هون مثلا هيدي نهر وكذا، فهون هن هيدي بعد التعديل صارت هيك، بعد التعديل صارت هيك، وبتعديل اخر بتصير هيك كمان. فرقت شوي هون، مش كتير واضحة شو المقصد هون، مش لا تحت اوضح، هون احلى، وهيدي كتير سيئة. بس انه هو لحاله فعليا بشطارة، بذكاء، عن جد ذكاء، بيعالج الموضوع، بيعمله بسرعة مهمة. هيدا هو يوسف ديراني، ما بعرفه طبعا لهالشاب. صورة معدلة طبعا، هيدي مش صورة انسان يعني، انه هني عاملينها، هي صورة انسان اكيد، بس قال لا. ف
فما بعرف هني ظاهر بال، لانه هذا الشخص لاحظت انا متردد كتير، مثلا سمايلينج، مثلا اذا بقول له ووكينج، اوكي ووكينج ووكينج with a young boy، هات نقول له مثلا ووكينج with a young boy وبقلع، ننطر شوي صغيرة ليوصل على 100%، نشوف هذا نفس الشخص يمكن عم يمشي مع صبي صغير. فلا هذا انتاج، هذا مش انه صور محفظة مسبقا. حقيقة انا هون بشجع، وين المبدعين اللي بدهم يعملوا رسومات مصورة وهيك، بدك احلى واحلى له كرتون، وين المبدعين مثلا؟ وين المخرجين؟ وين الروائيين؟ وين الناس اللي هيك بدهم يعملوا عمل هيك مرتب مهضوم؟ فأنا هلا بزت له كلمة كرتون على هالشي، يعني ما عملها كرتون حقيقة، ما عملها، بس انه مثلا خلينا نقول كرتون دوغ او سنيك حية، with an all مع بومة، حية وبومة، بركي هذا بعدين منألف قصة، مثلا كان في حية وبومة رفقة مع بعض، بعدين البومة قالت للحية شي، طيب الحية وينها؟ مش مبينة، بركي هيدي هي، هذا جزع مش حية، فحط هو اتنين اول حياتان، وبتعرف بلا الكرتون يعني واضح انه في حدود لإله، ما انه كتير هالقد ذكي، بس بالاخر الواحد اذا بده يعمل رسوم مصورة او هيك في بشوية جهد وهيك شوية حظ، واذا بيعرف شوية يعدل عليه ببرامج مثل الفوتوشوب وهيك، هي بومتين. اوكي حي ما كمان مجددا، ما في حي الا اذا هيدا راس حي، لا ما بعرف، مثلا تري، مثلا خلينا نحط تري شجرة عم تبتسم، أو لا شجرة عم تحكي، تري شو اسمها لافينج، تري لافينج، خلينا نشوف شجرة عم تضحك، انا ماني شايف عم تضحك، كنت متمنى انه مثلا يعمل لها وجه او شيء هيك، فما بعرف ما بعرف قديش هو عم يخترعها بصراحة، مش عارف، انا ماني متأكد اذا هو عم يخترعها او لا، بس ما بعرف، بس انا خلينا نقول تري كرتون، طب نقوله كرتون تري لافين، طيب بركي هلا بوقف هلا هون وبرجع بكفي بعدين ان شاء الله بركي بالفيديو اللي بعد بعمله على هاي، على الايمج هاي بنختبرها سوا وبنشوف هيك شيء مهضوم فيها. فكرتون شو نانو تري لافينج، شجرة عم تضحك، هاي عن عمل شجرة بس ما عم تضحك. هذا كل شيء، بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.